المشروعات العلميه والبحثيه اللي حصلت على المركز او المراكز الاولى في معرض القاهره الدولي السابع للابتكار. دلوقتي هنتعرف على مشروع الدكتور احمد عبد المقصود، المدرس بقسم الالبان بكليه الزراعه بجامعه القاهره، تحت عنوان الاداره المستدامه لشرش اللبن. ايه الموضوع بالظبط وازاي هيتم الاستفاده من هذا المشروع؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور احمد اللي معانا. يا دكتور احمد صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، يا اهلا اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، تشرفنا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نوضح للساده المشاهدين فكره هذا المشروع. هو في الحقيقه فكره هذا المشروع يعني بتتكون من شقين. يعني الشق الاول ان احنا نحاول نستخدم المخلف اللي هو الشرش، لان هو طبعا ملهوش استخدامات، وفي نفس الوقت لو احنا حبينا ان احنا يعني نتخلص منه ده بيحتاج تكلفة، عشان محتاج يعني محتاج ان معالجة معينة عشان نقدر نتخلص منه، لان مادة البي او دي والسي او دي بتاعته عالية، وبالتالي ممكن يسبب مشاكل في المصارف المائية، وممكن يسبب مشاكل في خطوط المجاري او الصرف الصحي. فبالتالي هو يعني بيكلفنا مبالغ عشان نقدر نتخلص منه. طيب طيب، والنقطة الثانية هو إن إحنا نستفيد من كمية المية اللي ممكن اللي موجودة في الشرش. طبعا هو فيه كمية كبيرة من المية بالإضافة طب ما للمكونات اللي نعرف ليها قيمة الشرش طيب غذائية الأول عالية. يا دكتور، نعم يا فندم؟ ما تخلينا نعرف شرش اللبن الأول. شرش اللبن الأول، هو شرش اللبن ده عبارة عن الراشح اللي بيطلع من صناعة الجبنة. يعني إحنا عندنا صناعة الجبنة سواء الجبن الطري أو النصف جاف أو الجاف. طبعا الجاف اللي هو زي الجبن الرومي والاجبان السويسري اللي هي الاجبان الامنتال، دي كلها اصناف من اصناف الجبن الجافه. اما الجبن الطريه زي الجبنه البيضه او بالمسمى الشائع بتاعها اللي هو جبن الثلاجه، يعني دي يعني انواع من انواع الجبن اثناء التصنيع بتاعها بيطلع منها الشرش. طيب احنا لما نيجي نشوف كميات الشرش اللي بتخرج، هي كميات رهيبه جدا، يعني كميات كبيره من الشرش بيتم يعني خروجها كمنتج، يعني او نقدر نقول عليه كمخلف يعني. فطبعا فكره المشروع ان احنا نحاول نستغل هذا او هذه الكميات الكبيره من الشرش في ان احنا نوجد لها او نخلق لها فرص جديده، يعني نعمل لها زي الاد فاليو او اللي احنا نعمل لها قيمه مضافه. وفي نفس الوقت طبعا فكرنا في الانتجريت سيستم، ان احنا يبقى في نظام متكامل ما بين داخل المصنع. يعني احاول ان انا استغل الشرش كمصدر للميه وفي نفس الوقت كمصدر للقيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. وصلنا لايه؟ هنستغله ازاي؟ هنستغله ازاي؟ يعني زي ما حضرتك عارف ان معظم المصانع دلوقتي بيبقى فيها كذا خطوط انتاج مش خط واحد. يعني مثلا مصانع الالبان دلوقتي بنلاقي فيها العصائر وبنلاقي فيها منتجات اخرى، وبالتالي في نفس المصنع انا اقدر ان انا استغل الشرش دوت يا اما في انتاج مشروب اللي هو البيفريج على ما يبدو انه القيمة موجود في الحيوية مكان. بتاعتها اتفضل يا فندم. عشان نرفع القيمة الحيوية بتاعت المشروب المتكمر دوت، وفي نفس الوقت أنا عندي قيمة غذائية عالية موجودة في الشرش من البروتين اللي هو بروتينات الشرش، ودي بروتينات ليها قيمة غذائية عالية جدا. يعني ما يصحش إن احنا طبعا نغض البصر عنها. كل الشكر ليك الدكتور أحمد عبد المقصود، المدرس بقسم الألبان كلية الزراعة جامعة القاهرة. بنشكرك شكرا جزيلا.